بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. مواجهات حاسمه بين الجاموس الافريقي والصياد، هنشوفها مع بعض. اصابه مباشره. شوف الجاموس مصمم على الهجوم على الصيادين في اللحظة الأخيرة. شوف هنا بيتعقب الجاموس عبر الروس، طبعا الروس طري يبقى كده الجاموس قريب. إصابة مميتة. هنشوف العادة مع بعض. شوف في الرأس إصابة مميتة. شوف هنا أقوى مشهد، الصياد والجاموس وجها لوجه ويصيب. هنشوف ايه اللي هيحصل. الجاموس قتل الصياد حرفيا. شوف ايه اللي هيحصل. أصاب الفيل والرصاصة التانية والتالتة أسقط. شوف هجوم الفيلة. الصياد هرب. شوف هنا الجاموس والصياد، الصياد يجري والحارس يتدخل. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.